اسعار الفراخ البيضة اليوم 2/10/2024. كيلو الفراخ البيضة عامل 89 جنيه. كيلو الفراخ البلدي الاحمر الساسو الكيلو عامل 115. كيلو الفراخ البلدي بلدي الكيلو عامل 130. وفي فراخ امهات الكيلو عامل 85 جنيه. كيلو صدور البانيه الكيلو عامل 200 جنيه. صدور بانيه سليمة مفيهاش دهون ولا عبل بأمر الله. كيلو البانيه متقطع شرايح الكيلو عامل 200 جنيه. بانيه متقطع شرايح احمر مش شارب ميه يشرب معاك التتبيله ويدي معاك الطعم والجوده اللي انت عاملها في التتبيله. كيلو شاورمة البانيه عامله 200 جنيه. شاورما بدون دهون خالص. شاورمة بانيه. كيلو الزنجر او ستريبس البانيه الكيلو عامل 200 جنيه طالع من موز البانيه. زنجر او ستريبس البانيه. كيلو الشيش طاووق مصنفر من دهون الكيلو عامل 195. شيش طاووق مصنفر من دهون معلوش اي نسبة دهون خالص بإذن الله. كيلو شاورمة الشيش طاووق الكيلو عامل 195. شاورمة بدون دهون خالص. كيلو الوراك النص فرخة الكيلو عامل 94 جنيه. وراك النص فرخة كاملة على بعضها بالسلسلة الكيلو عامل 94 جنيه. كيلو الوراك المقصفة الكيلو عامل 110. وراك مقصفة فيها جزء بسيط من السلسلة مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة الكيلو عامل 110. كيلو الوراك المخصوص المخلية من السلسلة الكيلو عامل 120 جنيه. وراك مخصوص مخلية من السلسلة مفيهاش ولا جلد ولا عظم زيادة. كيلو الدبابيس الكيلو عامل 120. دبابيس صافي الكيلو بيجي 6 دبابيس او 7 دبابيس الكيلو عامل 120 جنيه. كيلو الوراك الحمام الكذاب الجاهزة الكيلو عامل 175 جنيه. وراك حمام كذاب جاهزة. وفي وراك ممكن تطلبه عند الملاك احنا حمام كذاب الكيلو عامل 120. الجاهزة ب 175 والوراك اللي انت هتاخدها ونعمل لك حمام كذاب سواء وركة او اتنين او تلاتة على حسب ما انت بتطلب الكيلو عامل منها 120. كيلو الصدور بالعظم المخصوص الكيلو عامل 150 جنيه. صدور بالعظم مخصوص مفيهاش ولا جناح ولا جلد زيادة بأمر الله صافي خالص الكيلو عامل 150. كيلو الأجنحة الصافي الشواية الكيلو عامل 75 جنيه. جناحات صافي شواية فيها جزء بسيط من السلسلة. كيلو الكبد وأوانس الكيلو عامل 100 جنيه. كيلو الكبد صافي الكيلو عامل 115. وفي أوانس متصنفرة الكيلو عامل 115. وفي أوانس من العادية الكيلو عامل 100 جنيه. المتصنفرة ب 115. كيلو البط البلدي الكيلو عامل 155. كيلو البط المسكوف الكيلو عامل 135. كيلو البط المولر عامل 135. كيلو الأرانب الكيلو عامل 130 جنيه. أرانب شمرت من كيلو ونص لاتنين كيلو الكيلو عامل 130 جنيه. كيلو برجر الفراخ الكيلو عامل 140. الكيلو بيجي 18 قطعة بإذن الله جودة وطعم بأمر الله. كيلو كفتة فراخ متصبعة وجاهزة على الشوي أو جاهزة على التسوية الكيلو عامل 150 جنيه. كيلو حواوشي الفراخ الكيلو عامل 135. متبل وجاهز وعليه كل المقادير بأمر الله حواوشي الفراخ. كيلو صدق الفراخ الكيلو عامل 160 جنيه بأمر الله جودة وطعم. لأي طلب أو استفسار هتلاقي رقم موجود على الصفحة بأمر الله.